الحكم العثماني الأخير. من مميزات الحكم العثماني الأخير، أولاً تأثير حركة الإصلاحات العثمانية بين قوسين التنظيمات وإنعكاسها على العراق لإصدار مرسومين إصلاحيين، هما مرسوم كيلخانة وخط همايون. إذن تأثير حركة الإصلاح العثمانية التنظيمات وإنعكاسها على العراق لإصدار مرسومان إصلاحيان، هما مرسوم كيلخانة وخط همايون. تقسيم العراق بموجب تلك الإصلاحات، تقسيم العراق بموجب تلك الإصلاحات عام 1864 ميلادي إلى ثلاث ولايات، هي بغداد والموصل والبصرة، وضمنت كل ولاية مجموعة من الأقضية والنواحي التابعة لها. كان الولاد في هذا العصر، كان الولاد في هذا العصر من الذين يتم تعيينهم من إسطنبول بشكل مباشر، وقد بلغ عددهم 35 والي. كان عددهم 35 والي، بعضهم حكم أكثر من مرة، وبعضهم لم يكمل مدة حكمه ثلاث سنوات. صار واضح؟ تعيين بعض الولايات المصلحين في العراق، ولا سيما مدحت باشا الذي أوجد أساس متين لعهد جديد من عهود الدولة العثمانية. اتصال العراق مع دول العالم الخارجي في وسائل متعددة لم تكن متاحة قبل هذا العهد، أهمها المدارس الأجنبية والبعثات التبشيرية. إذن هاي مميزات الحكم العثماني الأخير. سؤال: عدد أهم الإصلاحات اللي قام بها مدحت باشا بالعراق. شنو أهم الإصلاحات اللي قام بها مدحت باشا بالعراق؟ طبعا هذا السؤال كلش مهم، مهم جدا جدا جدا. صار واضح؟ أصدار نظام الطابو في العراق، هاي من إصلاحات مدحت باشا، أنه أصدر نظام الطابو في العراق. اثنين: إصلاح النظام العسكري في العراق. إذن أولا أصدار نظام الطابو في العراق، ثانيا إصلاح النظام العسكري في العراق. طبعا طلع قبل ما أكمل ملاحظة، من أقول هذا السؤال مهم مو معناته هذا السؤال مو مهم، مو معناته السؤال اللي بعده مو مهم، لا كلها هي مهمة. بس بعض المرات يعني مثلا أقول لك هذا السؤال كلش مهم يعني، بس مو معناته أنه مو مهمات، لا وضح الطلاب كلها مهمة. أصدار نظام الطابو بالعراق، أصلاح النظام العسكري في العراق، إنشاء المدارس الحديثة في العراق، الاهتمام بالصحافة، تحديث طرق المواصلات، هاي كلها اصلاحات قام بها مدحت باشا. سؤال: عدد الاثار الايجابيه لنظام الطابو بالعراق. شنو الاثار الايجابيه لنظام الطابو بالعراق؟ نظام الطابو اللي اصدره مدحت باشا، شوف من اهم الاصلاحات اللي قام بها مدحت باشا هو شنو، من احد هاي الامور اللي قام بها مدحت باشا هو اصدار نظام الطابو في العراق. فشنو الآثار الإيجابية لهذا النظام، نظام الطابو؟ شنو الآثار الإيجابية إليه؟ أولاً حدد عائدية الأرض إلى الأفراد إلى الأفراد أم للدولة أم للأوقاف؟ يعني هاي الأرض لمن عائدة؟ للفرد أم للدولة أم للأوقاف؟ حدد عائدية الأرض. ثانياً القضاء على الانتفاضات والنزاعات العشائرية، قضى على الانتفاضات والنزاعات العشائرية ووضع حد لثورتهم المستمرة وتعويدهم على الاستقرار، هاي ثانيا. ثالثا تحسين سبل العيش، تحسين سبل العيش من خلال توزيع الأراضي والاستقرار فيها والعمل على استغلالها. إصلاح نظام الطابو، هاي شنو، هاي إيجابيات نظام الطابو في العراق. هسه نعطي الأبشر الآثار السلبية لنظام الطابو بالعراق. شوفوا طلاب، قبل شوية أخذنا الآثار الإيجابية لنظام الطابو، أخذنا قبل شوية الآثار الإيجابية لنظام الطابو، هسه شو يريد الآثار السلبية لنظام الطابو بالعراق، الآثار السلبية. فرق بين الآثار السلبية والآثار الإيجابية. بالنسبة للآثار السلبية، تحويل الكثير من رؤساء العشائر إلى ملاكين كبار للأراضي. إذن هم الآثار السلبية أنه تحويل الكثير من رؤساء العشائر إلى ملاكين كبار للأراضي. ثانيا تحويل أفراد العشيرة إلى عاملين في أراضي الملاكين، وهو بذلك أرسى قواعد نظام الإقطاع في العراق. هاي الأثار السلبية. ما أبرز إصلاحات مدحت باشا العسكرية في العراق؟ شنو إصلاحات مدحت باشا العسكرية بالعراق؟ أولا الاعتماد على العراقيين بدلا من العناصر الأجنبية، هذا واحد.
ثانيا تطبيق الخدمة الإلزامية، التجنيد الإجباري في الولايات العراقية. ثالثا إنشاء مدرستين عسكريتين لتدريب الضباط العراقيين وزيادة كفاءتهم. هاي أبرز الإصلاحات مدحت باشا العسكرية، هاي إصلاحات عسكرية زين، هاي إصلاحات عسكرية تمام. هسه شنو إصلاحات مدحت باشا بمجال التعليم؟ قبل شوي أخذنا إصلاحات عسكرية، هسه أريد إصلاحات بمجال التعليم. شوف، أنشأ المدارس الحديثة في العراق وعلى غرار المدارس في العاصمة اسطنبول التي تعتمد على التعليم الرسمي. هاي واحد، هاي من الإصلاحات مجال التعليم، أنه أنشأ المدارس الحديثة في العراق على غرار المدارس في العاصمة اسطنبول التي تعتمد التعليم الرسمي. هذا واحد. اثنين، تأسيس المدرسة الرشيدية العسكرية، وكان يقبل فيها طلبة المتخرجين من المدارس الدينية مدة الدراسة بها أجد 4 سنوات. إذن تأسيس المدرسة الرشيدية العسكرية، وكان يقبل بها شنو؟ الطلبة المتخرجين من المدارس الدينية مدة الدراسة بها أجد 4 سنوات. يدرس فيها شنو؟ اللغة العربية والتركية ومواد التاريخ والجغرافيا والحساب والخط والدين. تمام؟ زين. ثلاثة، أنشأ مدرسة للصناعة، من إصلاحات مدحت باشا في مجال التعليم أنه أنشأ مدرسة للصناعة. أشكال مدة الدراسة بها؟ مدة الدراسة بها 4 سنوات. تمام؟ يتلقى بها الطلبة دروس تخصيصية وعامة في أحد المهن كالتجارة والخياطة والطباعة. بعد إيش سوى؟ أنشأ مدرسة الإعدادية العسكرية، مدة الدراسة بها أشكال 3 سنوات. شوف هنا شنو؟ أنشأ مدرسة، هنا أنشأ مدرسة زين، هنا تأسيس المدرسة الرشيدية العسكرية. فإذا أنشأ مدرسة الإعدادية العسكرية مدة الدراسة بها 3 سنوات بعد المدرسة الرشيدية، ويحق لخريجيها الالتحاق بالمدرسة العسكرية في إسطنبول. فتح المدرسة الرشيدية الملكية مدة الدراسة بها 4 سنوات، يوظف خريجوها في دائرة في دوائر الحكومية. تمام؟ هاي من إصلاحات مدحت باشا في مجال التعليم. سؤال، ما أبرز أعمال مدحت باشا في مجال تطوير الصحافة؟ شنو أبرز أعمال مدحت باشا في مجال تطوير الصحافة؟ أولا إنشاء مطبعة حكومية باسم مطبعة الولاية، هاي أولا. إذن إنشاء مطبعة حكومية باسم مطبعة الولاية. ثانيا صدور أول جريدة في تاريخ العراق سميت بالزوراء، هاي من أبرز أعمال مدحت باشا في مجال تطوير الصحافة. زين، عدد أعمال أو عدد إصلاحات مدحت باشا في مجال النقل والمواصلات. شنو إصلاحات مدحت باشا في مجال النقل والمواصلات؟ أولا اهتم بتحديث طرق المواصلات، هاي أولا اهتم بتحديث طرق المواصلات، إذ عاد تشكيل الإدارة العثمانية النهرية التي أسهمت في تطوير النقل الداخلي والنقل البحري. هذا واحد. اثنين، أسس شركة التراموي بين بغداد والكاظمية ليسهم في نقل المسافرين والبضائع. سؤال، وضح أبرز إنجازات مدحت باشا في مجال تحديث المدن والتطوير العمراني. شنو أبرز إنجازات مدحت باشا بتطوير في شنو أبرز إنجازات مدحت باشا في مجال تحديث المدن والتطوير العمراني؟ أولا أنشأ مدن جديدة كمدينة الناصرية والرمادي، هاي أولا. اثنين اهتم بتأسيس المجالس البلدية ودعم عملها وأسس المحاكم المدنية. تمام. ثالثا شجع الناس على تشييد المساكن الحديثة، وأنشأ مصفى للنفط في بعقوبة ومنتزها عاما في بغداد ومعملا لإصلاح السفن في البصرة. بنى دورا للحكومة وأسس مزرعة نموذجية وقام ببناء مستشفى. هاي أبرز إنجازات مدحت باشا في مجال تحديث المدن والتطوير العمراني. سؤال، عدد نتائج الحكم العثماني في العراق. شنو نتائج الحكم العثماني في العراق؟ شنو أنتج عن الحكم العثماني؟ هذا الحكم العثماني شنو أنتج عنه بالعراق؟ أولا كان اهتمام السلاطين بالعراق على أساس أنه مصدر تمويل الخزينة العثمانية من دون الاهتمام بتطوير اقتصاد البلاد ورفع المستوى المعيشي لسكانه. هذا أولا. إذن السلاطين بالعراق كان اهتمامهم على أساس أنه العراق مصدر تمويل الخزينة العثمانية من دون ما يهتمون بتطوير اقتصاد البلاد ورفع المستوى المعيشي لسكانه. ثانيا
تزايد المعارضة العراقية، المعارضة العراقية تزايدت ضد العثمانيين ولا سيما في النصف الثاني من القرن السادس عشر مثل انتفاضة كربلاء عام 1604 على الحامية العثماني والانتفاضات التي قادها المفتي عبد الغني آل جميل عام 1832 ضد حكم واليها علي رضا وإجراءاته التي استطاع القضاء عليها وضرب محلة المفتي قنبر علي بن المدفعية، إلا أن هذه الانتفاضة نجحت في إيصال الصوت أبناء البلاد الرافضين للحكم العثماني. هاي ثانيا شنو بعد؟ تمكنت بعض الأسر والزعامات المحلية من حكم نفسها. إذن بعض الأسر والزعامات تمكنت من أنه تحكم نفسها بنفسها، ليش؟ بسبب ضعف الدولة وانشغالها بالصراعات الداخلية والخارجية مثل آل عبد الجليل والعمريين في المصر. إذن بعض الأسر والزعامات تمكنت من أنه تحكم نفسها بنفسها لأنه الدولة العثمانية كانت ضعيفة وأنه كانت مشغولة بالصراعات الداخلية والخارجية. تدخل القوى الأوروبية ولا سيما البريطانية والفرنسية والألمانية في أوضاع العراق. تدخلت القوى الأوروبية ولا سيما البريطانية والفرنسية والألمانية بأوضاع العراق. ليش تدخلها؟ بسبب ضعف الدولة العثمانية. الدولة العثمانية كانت ضعيفة في إدارة شؤون البلاد الداخلية. خامسا، شعور حكام الدولة العثمانية بضرورة الإصلاح وتقوية الحكم ومنع وقوع العراق بأيدي الدول الأخرى. هاي طلاب نتائج الحكم العثماني في العراق. سؤال: ماذا تضمنت لائحة الانتداب البريطاني على العراق المقدمة إلى عصبة الأمم؟ لائحة الانتداب البريطاني المقدمة إلى عصبة الأمم شنو تضمنت؟ تضمنت أولا تضع الدولة المنتدبة قانونا أساسيا للعراق. الدولة المنتدبة تضع قانون أساسي للعراق يعرض على مجلس العصبة للمصادقة عليه في مدة 3 سنوات. هاي أولا أنه الدولة تضع الدولة المنتدبة قانون أساسي للعراق يعرض على مجلس العصبة المصادقة عليه في مدة 3 سنوات. هذا واحد. أعطت بريطانيا لنفسها الحق بالاحتفاظ بقوة عسكرية في العراق. بريطانيا أعطت لنفسها الحق بالاحتفاظ بقوة عسكرية بالعراق. أعطت لنفسها الحق في إدارة علاقات العراق الخارجية. تعهدت بريطانيا بالمحافظة على الأراضي العراقية وأن لا تتنازل عنها. بريطانيا تعهدت بالمحافظة على الأراضي العراقية وأن لا تتنازل عنها. إلغاء الامتيازات الأجنبية بالعراق. تأسيس نظام قضائي يضمن مصالح الأجانب. على بريطانيا أن تمنع أي تميز بين رعايا أعضاء عصبة الأمم. لا شيء مما في هذا الانتدام يمنع الدولة من تأسيس حكومة مستقلة إداريا. هاي الطلاب اللي ضمنت لائحة الانتداب البريطاني على العراق المقدمة إلى عصبة الأمم، هذا هو اللي ضمنته. بقعدنا آخر سؤال بهاي المحاضرة، وبالمحاضرة القادمة إن شاء الله نعطيكم أسئلة مختلفة عن التاريخ. سؤال: عدد بنقاط المنهاج الذي اتبعت وزارة رشيد عائل الجيلاني في الحرب العالمية الثانية. شنو هو المنهاج اللي اتبعته وزارة رشيد عائل الجيلاني بالحرب العالمية الثانية؟ أولا، الالتزام بما جاء بالمعاهدة العراقية البريطانية لعام 1930 ميلادي. هذا أولا، إنه الالتزام بما جاء بالمعاهدة العراقية البريطانية لعام 1930 ميلادي. ثانيا، إمكانية حصول الجيش العراقي على السلاح من أي مصدر كان. ثالثا، إجراء انتخابات جديدة للمجلس النيابي. هاي المنهاج اللي اتبعته وزارة رشيد عائل الجيلاني بالحرب العالمية الثانية، إنه الالتزام أولا الالتزام بما جاء بالمعاهدة العراقية البريطانية لعام 1930 ميلادي، إمكانية حصول الجيش العراقي على السلاح من أي مصدر كان، إجراء انتخابات جديدة للمجلس النيابي. لهنا طلاب انتهت محاضرتنا. اللي لحد الآن ما مخلي لايك أتمنى يخلي لايك. وهاي المراجعة متوفرة بجميع محافظات العراق، سعرها 6000 دينار. راح أخلي لكم